أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان بوقوع عمليات ترهيب وترويع للصحفيين والنشطاء بسبب تغطيتهم للاحتجاجات المطلبية المندلعة في العراق. ودان المرصد وهي منظمة غير حكومية اغتيال الناشط المعروف أمجد لدهامات في محافظة ميسان جنوب العراق، ورأى فيه ما ينطوي على رسالة خطيرة. حول ما يجري في العراق ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي حسين الموسوي من السليمانية. أستاذ حسين، يعني مرة أخرى ورغم أمس وعد أو وعودات الجيش بعدم استخدام الذخيرة الحية، اليوم تستخدم الذخيرة الحية ويتم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كيف تقرأ ما يجري وهذه الوعودات في جهة، وأيضا الواقع على الأرض في جهة أخرى؟ نعم، تحية لك وإلى مشاهدي قناتكم المحترمين. بصراحة أنا يعني الأسبوع الماضي كنت كله في بغداد، وقضيت تقريبا أسبوع كامل في داخل ساحة التحرير، وعدت يوم أمس. القراءة بشكل دقيق إلى الآن أنه السلطة الحاكمة لا توجد لديها أي حلول واقعية ممكن أن تستطيع إعادة هذا الجمهور المتواجد في الشارع العراقي، سواء كان في بغداد أو في بقية المناطق. كل الحلول اللي اليوم ده تطرحها الحكومة هي حلول أمنية وحلول تعول بها على مسألة الوقت. يعني شفنا احنا حتى خطاب رئيس الوزراء الأخير، الرجل يعول على قضية أنه تسويف أكثر في الوقت، وبالتالي هؤلاء المتواجدين في الشارع ممكن أن يعني. أستاذ حسين، لماذا يعني يتمسك رئيس الوزراء العراقي بالسلطة ويتمسك في الكرسي رغم هذه المطالب في الشارع والمطالبة بحل البرلمان وتغيير النظام الانتخابي؟ شوف، خلينا نكون صريحين، رئيس الوزراء يعني هو بالنتيجة انعكاس لتصارع الكتل السياسية المحيطة حوله. قبل يومين كان هناك اجتماع في أربيل وكان يتحدث عن موضوع إصلاحات دستورية مهمة داخل الدستور وداخل النظام السياسي. كان هناك رأي في أربيل لا ينسجم مع هذا الرأي، مضافا إلى وجود كتل كبيرة في بغداد أيضا لا تنسجم مع الحصول على تغييرات مهمة في الدستور. رئيس الوزراء للأسف هو وضع نفسه في مواجهة الجمهور، والأحزاب نجحت في تسويق هذه الفكرة. الأحزاب هي الضاغطة، هي المحرك، هي العامل الأساسي في تحريك كل قرارات رئيس الوزراء، وبالتالي هذه الأحزاب ارتبط وجودها بوجود هذا النظام القائم، ارتبط وجودها بوجود العملية السياسية الحالية. أي تغيير حقيقي لإقامة دولة جديدة، أستاذ أو دولة حسين، أيضا نشاهد هناك بعض الأطراف ربما تحاول إدخال العراق في فوضى. شاهدنا عمليات اغتيال، شاهدنا عمليات سجن، اختطاف، إذا من له مصلحة في ذلك؟ طبعا هناك مجاميع يعني مرتبطة في خارج العراق، سواء كانت إيران أو غيرها. هذه المجاميع تعبث، وهذه المجاميع بصراحة تحاول حتى زرع عناصرها داخل هذه الساحات. لذلك تعرضوا كثير من الأصدقاء الصحفيين وحتى المدونين الناشطين على التواصل الاجتماعي إلى محاولات تهديد وإلى محاولات خطف، وتم قتل البعض منهم، ولا زال الآخرين أيضا يتعرضون لنفس الضغوطات. اللي دنقوله بالنتيجة هذه السلطة يعني لأنها أفلست من إيجاد أي حلول واقعية، لذلك هي ترى أنه من الضروري أن يتم القضاء على من يتواجدون في ساحات الاعتصام أو في ساحات التظاهر بأي وسيلة. أستاذ حسين، سريعا، إلى أين تسير العراق اليوم؟ إلى أين تسير العراق؟ أنا أعتقد أنه إذا لم يتم احتواء الأزمة بشكل صحيح ويعني وانتجت الحلول حلول كبيرة واقعية ممكن أن تساهم في إقناع الشارع، أعتقد أنه الشارع سيزداد في موضوع التظاهر أكثر، وبالتالي يمكن أن يروح إلى الانقلاب على النظام السياسي القائم. المحلل السياسي العراقي حسين موسوي، كنت معنا من مدينة السليمانية في العراق، شكرا جزيلا لك.